اهلا بكم اعزائي مشاهدي اون تايم سبورتس من جديد. ناقدنا الرياضي الكبير والكاتب الكبير والصحفي الكبير والكبير في كل حاجه بصراحه استاذ حسن مسكاوي، شرفتني منورني. الله يخليك يا سيف، ازيك؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله. كله تمام الحمد لله. عارف يا استاذ حسن انا طلعت مع حضرتك كم مره؟ مش فاكر والله، بتاع 7 مليار مثلا. كتير على مدار سنين كتير. طبعا كتير. قلما ما شفت حضرتك بتضحك او مبسوط يا بالنسبه بقول لحضرتك، بس لا مش قصدي بتضحك، انت حضرتك على طول بتضحك ما شاء الله، بس بتضحك من على سبيل الرضا، يعني على سبيل ايه؟ الاداء ده تمام حلو الدنيا دايما. حضرتك عندك نقط، بس المره دي مبسوط، حضرتك مبسوط ومرضي. طبعا راضي طبعا على المنتخب يعني. ايوه طبعا. في حد يستني دلوقتي يا استاذ حسن؟ لا يعني كاس العرب كانت جزء من السلسلة، بس احنا دخلنا. انت ليك في الفروسية يعني، تفهم في قفز السدود والحاجات دي وقفز السدود؟ انا رماية قوي. احنا مصر، منتخب مصر في البطولة دي عامل زي اللي دخل كورس بتاع فروسية، بيبتدي هادي جدا بقى يشد قفز سدود. الكورس ده بيبتدي بسدود مسافات بعيدة عن بعضها، وبعدين بيوصل يسرع جدا لسد اسمه السد المركب، اللي هو ثلاث حواجز تريبل. تريبل، كل حاجز يعني مسافات قريبه جدا، وده صعب قوي. احنا عملنا كده، كوت ديفوار، المغرب، الكاميرون. بينما طريق الكاميرون فسحه طول البطوله. يعني اول اختبار، كل العالم دلوقتي بيتكلم ان الكاميرون اول اختبار ليها مباراه الدور قبل النهائي مع منتخب مصر. احنا لعبنا 120 دقيقة قدام كوت ديفوار، و120 دقيقة تانية قدام المغرب، وماتشين صعبين جدا ملاحم. هما ماتشاتهم كانت سهلة قدام فرق الحقيقة يعني مش مصنفة خالص يعني. مين يخاف من مين أكتر يا أستاذ حسن؟ لا، اللي احنا شايفينه ده هما طبعا خايفين، احنا هما أقوياء، احنا هنلعب مع فريق قوي طبعا، وفريق قوي قوي وعنده قوة هجومية كبيرة. والراجل المدرب اللي انت كنت بتكلمه قال لك حاجة، هم الكاميرون دلوقتي قال لك ان المنتخب الكاميرون عنده قوة اقوى من قوة بدنية يعني اعلى من منتخب مصر، وده حقيقي. الاجسام والقوة البدنية وعندهم قدرات هجومية على ال 18 وجوه ال 18 ومن الطرفين جامدة جدا، لكن عندهم مشاكل في الدفاع. بيبقى برضو غرور الافارقة باللعب والهجوم غالبا او احيانا بيدي مساحات في ظهرهم. طب اقول لحضرتك حاجه غريبه جدا، ده اللي حصل مع كوت ديفوار يعني. انا انبسطت جدا وانا بشوف الفيديو بتاع ايتو وهو بيكلم لعيبته في غرفه خلع الملابس، وانها الحرب. الناس كلها اخذت الموضوع بجمله، انا كنت عارف الفيديو ده في توقيت تاني وما لناش علاقه بيه، بس انا انبسطت جدا. حضرتك عارف ليه؟ حسيت ان هو خرج بره الصندوق يعني. هو ايه بالبلدي كده او باللغه بتاعتنا يعني، افورت منه. بدليل ان الفيديو التاني اللي هو عامله النهارده على الهادي خالص يعني، واحد حس ان انا كل حاجه قلتها غلط فبعدل، وبسمع الناس اللي بتقول ان الكوره مش كده، وان المصطلحات مش كده، وان التعبيرات مش كده، وان ده غلط. فبس هو صدر مشهد عكسي يعني. انا لو انا مثلا في فرقه وشايف المسؤول واقف حرب ولازم واحنا مرعوبين كده ليه، خايفين كده ليه، ما تتكلم معانا عادي. بس خلي بالك في مدربين مصريين يعني، واللعيبه كلها عارفه كده يعني، في اوضه اللبس بيتكلموا كلام يعني حياه او موت يعني. يعني مصر كلها مستنيه، مصر مش عارف ايه، لازم تموتوا في الملعب، لازم كلام اللي هو انا اعتقد ان طبعا اولا كلمه الحرب دي في الكوره في الرياضه خارج السياق خالص، ما يصحش يعني. بس هو ما يقصدش انها حرب بمعنى الحرب. طبعا هو عايز يقول انها ماتش جامد قوي يعني. اقول لحضرتك الصراحه، ايتو كان بيدور على حاجه لنفسه في وقته، بس حس ان هي انا مسؤول، ما يطلعش مني كده. لف وارجع تاني، هدي الدنيا. بس هم عايشين حاله يعني، اولا عليهم هم ضغط كبير جدا طبعا، ضغط البطوله، الدوله المنظمه، الشعب الكاميروني بتشوف بيشجع ازاي، عايزين البطوله باي طريقه. كمان حكايه بقى الحرب والقعده اللي هي قعدها مع اللعيبه، والدرون اللي كان النهارده في الحركه يعني بيعملها اطفال يعني حماده. يعني انا قلت هعتبرها حماده بيه. طفل يعني. وفي حد، هو في مدرب يعني، مدرب الكاميرون مستني
يشوف الخطه بتاعت مصر. على فكره عايز اقول لحضرتك حاجه، هي برضو وارد تبقى لقطه بره الصندوق يعني، ما اعرفش يعني لا وارد يعني، وارد فعلا حضرتك ان حد بيلعب اي حاجه، ما اعرفش يعني 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 ايه ايه ده يعني ايه ده يعني ايه ده يعني، إيه يعني؟ ويتقال لنا ان في الطياره هي وتقال لنا ان في كمان زمايل هناك ان في كاميرات تانية كانت بتصور من الارض يعني. يعني هو ايه في ايه بالظبط يعني؟ هو مدرب الكاميرا مستني يشوف الخطه على الهواء النهارده عشان ده اول 10 دقائق في اي ماتش المدرب بيقرا المنافس يعني. المفروض بيعرف بنلعب ازاي يعني، وبعدين ما يبص للماتشات اللي فاتت يعني. في دايما في الافلام او في المناطق الشعبيه عندنا يقول لحضرتك يعني كلها عارفه بعضيها. المناطق الشعبيه عندكم فين؟ في مصر الجديده ولا عندنا في التجمع ولا فين؟ فندم مناطق مصر القديمه. مصر القديمه طيب عندنا في مصر القديمه طيب. يعني يقول لحضرتك ايه دايما ايه كلها عارفه بعض. هي كده يعني دايما، حتى حضرتك التشكيلات احنا لما ننفرد بالتشكيل المدير الفني الاجنبي بيقول لك ايه طب ماشي عادي يعني، ايه المشكله الموضوع يعني ما انت عرفت تشكيل ايه اللي حصل يعني. هنا بقى مثلا التشكيل ممكن ايه فرقتين نازلين واحد ياخر ربع ساعه واحد ياخر نص ساعه، يعني انت هتشوف التشكيل هتعمل تشكيلك عليه في الخمس دقائق دول؟ لا طبعا ما فيش اي مشكله، خلاص الاسرار دي بقت حاجه قديمه. دلوقتي في فيديوهات وفي تلفزيون وفي واتساب وفي في كل حاجه، في كل حاجه في الدنيا. صح. هتعرف المدرب بتاعك، هتعرف المنافس بتاعك بيفكر ازاي. كيروش الاجانب بيقعدوا يتكلموا على كيروش كانهم عارفينه يعني، طبعا هم عارفينه من 30 سنه ومتابعينه. بيقعدوا يحكوا هو بيلعب ازاي من ايام ما كان بيدرب منتخب الشباب البرتغال. السؤال الجاي ده يا استاذ حسن بفلوس كتير. اتفضل قوي. اللي جاي ده ماشي. لو طلبوا من حضرتك مانشيتات ان حضرتك طالع اجازه بعد ماتش السودان، يقول لك استاذ حسن لو حضرتك طالع اجازه اعمل لنا مانشيتين يعني مانشات كده او واحد او اتنين كده توقعات للمباراه اللي جايه عشان ممكن حضرتك ما تكونش موجود فننزلهم. تقعد كده تتوقع ايه بعد ماتش السودان؟ ماتش السودان وهنلعب بقى مع كوت ديفوار؟ مش هنلعب بقى، احنا دلوقتي في ماتش السودان. ماتش السودان يعني عايز مانشيت على ماتش السودان. بعد ماتش السودان. بعد ماتش السودان. سهل قوي عملناها صعبه. كانت ماتش سهل يعني. وفعلا احنا خليناه صعب. وتكتب حضرتك مانشيت كوت ديفوار ايه؟ هو النهائي الاول. النهائي الاول. واداء مطلق. لان المغرب اللي بعديه ده على فكره بقى ده بجد بقى. مش منشتات يعني، دي منشتات الوكالات كلها. نهائي مبكر. مش المبكر. نهائي مبكر. قالوا نهائي. ما انا قلت نهائي مبكر. وده نهائي المغرب. بس حضرتك احنا كل مصر وكل الدنيا اتفاجئت في ماتش كوت ديفوار ده. طبعا. ظهر منتخب غير المنتخب فنيا وروح وكل حاجه. طيب بس هضيف حاجة صغيرة قوي، هو إحساسنا بمنتخب وأدائه في كوت ديفوار إن إحنا كنا بنلعب قدام فريق قوي جدا. صح. لكن لو الناس شافت وأنا بقول لهم شوفوا ماتش السودان تاني، الماتش السهل جدا. إحنا كان الماتش السودان ده كان بروفة تكتيكية لمباراة كوت ديفوار مع الفارق. بس إحنا الفرق إن قدام السودان ضيعنا أهداف كتير قوي، وفي الدقيقة 80 اتخضينا كلنا لأن كان ممكن السودان يتعادل. قدام كوت ديفوار كان ماتش صعب جدا. لكن عملنا نفس التحركات تقريبا التكتيكية اللي عملناها في السودان. الفرق التاني ان هو كان في عنده شوية أخطاء في التشكيل في الماتشات بقى اللي لعبها كتير يعني، في لاعب واحد أو الاتنين. ده اتحسن في كوت ديفوار. صلاح بتاع السودان هو صلاح بتاع كوت ديفوار؟ هو صلاح بتاع المغرب؟ لا هو علي، لان المنتخب علي قوي في ماتشات في كوت ديفوار وفي المغرب. مش صلاح بس اللي علي. هو صلاح علي لان يعني انت تشوف مرموش بيلعب تحت مصطفى. مش على الجناح زي ما احنا كنا شايفينه اول ما ابتدى دايما في الجناح، هو بيلعب بيبتدي من الجناح لكن كتير قوي في فترات كتير قوي من المباراه بيبقى في قلب الملعب تحت مصطفى، ومعاه صلاح بيتبادلوا المراكز. الحركه بتاعته هو وصلاح ومصطفى مع النني ومع سوليه ده عملت ارتباكات كبيره جدا لاي فريق بيلعب قدامه. وكوت ديفوار
كان عنده مساحات في الدفاعات بتاعته وفي ظهر الوسط بتاعه. عشان كده احنا ظهرنا بشكل احسن تنظيما واكثر اكثر ايه اكثر جمالا يعني اذا كان التعبير صحيح. يعني كيروش شايل جواه شويه انتقاد الناس، اتضايق طبعا، لان الانتقاد في ثلاث انواع من الانتقادات، انتقاد بناء، انتقاد هدام، في انتقاد تجاوز. في انتقاد فني، يعني انت بتختار لعيب مثلا بطيء في الحته دي لازم يبقى سريع عشان ولازم يعرف يدافع، ما فيش حاجه اسمها مش مهم ما يدافعش، ما بيلعبش في مركزه، ده كله مقبول فنيا. في بقى نقد تاني لازع جدا من الجمهور وقاسي وفي تريقه، ده الجمهور ممكن نقبله من الجمهور. لكن في نقد تاني كمان في اساءات، ده ما عندوش فكره، ده بتاع بطيخ، ده يروح يسرح بعربيه بطاطا، ده هو ده بنسموه نقد، قلة أدب بس. تهريج، والتهريج ده بيلاقي سوق للأسف. لكن تهريج والناس بتركب بقى سكة التهريج دي وتقعد تتفرج على التهريج، هي بتتسلى يعني. إنما في الآخر اتفرج بقى على المهرج بعد ما كوت ديفوار لعبناها كله انسى احترابيز، وعملنا ماتش كويس كله انسى احترابيز، بقت حاجة تضحك بقى. وده عيب التهريج، انك لما تهرج في وتسيء للعيبة او للفريق، تم لما يبقوا كويسين دي كورة ودي رياضة. وارد انك انت تبقى اوف داي في مباراة، لكن وارد انك انت تتحسن في مباراة تانية. لوم صلاح للناس خلى الناس تفكر، او بعض الناس يعني ممكن، بس لوم صلاح كان يعني في جزئيه انا موافقه فيها 100% يعني، ان ده منتخب مصر مالناش دعوه بالاهلي او الزمالك، مش مقبوله اطلاقا يعني. انما نقد الجمهور، الناس حتى في ليفربول اتفرج لما لو هو ما عملش ده، شفت النهارده كانوا بيغنوا له وهو مش موجود. تمام. عشان الراجل اللي شبهه ده بس بيغنوا له، ده حاجه مش معقوله ان في لعيب مصري جمهور انجليزي بيغني له يعني. صح. انما لو ما جابش جوان ولا في ماتشين ثلاثه لا بيزعلوا منه. والمدرجات بتقول كلام ساعات بايخ يعني. ايوه بس اللعيب يا فندم بيبقى ليه رصيد. ايوه طبعا يعني ليه رصيد زي طبعاً. زي اي حد شغال عند حضرتك سنين كتيره، غلط غلطه غلط اتنين برصيده. ايوه طبعا طبعا ده اكيد عنده رصيد اكيد يعني. لكن انا عايز بس اقول ان يعني الجمهور بينتقد يعني. الجمهور بينتقد وسريع التحول والاشتعال. صح. لكن الناقد والمحلل بلاش بقى كمان، واللي بيخاطب الرأي العام من خلال شاشة وتلفزيون ومايكروفونات لازم ينقي كلامه، لازم يحاسب على كلامه احتراما للرأي العام واحتراما للمهنة نفسها وللشاشة وللميكروفون. قلق حضرتك أكتر مصر وكوت ديفوار، مصر والمغرب، مصر والكاميرون؟ انا شخصيا يعني من تجارب كتيره جدا وماتشات كتيره قوي، وبطبيعتي انا ببقى قلقان دايما، لازم ابتدي ان انا ابقى قلقان مع اي ماتش، وكل ماتش اقول يعني يا رب بقى نعدي ده، حتى لو ماتش سهل يعني. لان انا عارف ان دي رياضه وممكن تحصل اي حاجه. لكن طبعا احنا داخلين على ماتش صعب جدا. سيبك بقى من حكايه الكعب العالي وان احنا لعبنا معاهم 27 مره وكسبنا 15 والكلام، انا ما بامنش بالحته دي خالص. ولا انا خالص. كل بقول ليه اذان وكل جيل وليه ظروف. بقول يا جماعه الارقام دي سيبكم منها، بقول كده من زمان، الارقام دي ارقام حطوها كده يعني. حتى انا لما كنت اكتب مقاله باجي بالارقام دي اروح حاططها بوكس كده في الصفحه على الهامش يعني، عشان بس ايه زي منديل الشيك اللي انت حاطه في الجيب اللي فوق ده، حاجه كده يعني. لكن التحليل والتقييم بالحاضر. صح. دلوقتي اديني شكلها ايه؟ ده فريق قوي هجوميا جدا. ازاي بقى نوقف الهجوم ده في ملعبنا؟ يعني هو ده السؤال المهم جدا على كيروش يجاوب عليه بكره ان شاء الله. كيروش قدم يعني اوراق اعتماده؟ كويس. يعني طبعا غلط، أخطأ في التشكيل، أخطأ في بعض التصريحات، في التعامل مع بعض البطولات، بعذره لأن الوقت كان ضيق ولأنه جاي مش عارف يعني إيه كأس عرب،
لكن احنا عارفين كاس العرب، ولما ابتدت البطوله من اول ماتش مصر كلها والعالم العربي كله شايف البطوله دي كانها كاس عالم، بطوله مهمه جدا باجواءها وتنظيمها وجمهورها، حسينا انها بطوله حلوه احنا محتاجين ان احنا نكسبها. بعدين ماتش تونس مش الغلطه اللي جابت فينا الجون، ان المنتخب تراجع في اخر 10 دقائق بيلعب على الوقت الاضافي، كانوا بيراهن على الوقت الاضافي، هنا المدرب كان لازم يتدخل. يعني مثلا يعني صلاح مثل كم في الميه من قوه المنتخب بالباكج بتاعه، بترتيبه، بالنادي اللي بيلعب له، بقلق المنتخبات منه؟ لا لا بيمثل كتير طبعا. كم؟ لا يعني بيمثل كتير، يعني اهم واحد في المنتخب يعني، بس مش هو المنتخب كله طبعا يعني. طبعا 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 يعني 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 في ال في ماتشات ما يعني ما اداش كل حاجه عنده. في ماتش زي المغرب صنع هدف، وبعدين جاب هدف طبعا، والهدف اللي جابه هو كان يبدو انه هو هدف سهل، بس شوف صلاح بيلعب في الجناح دايما، شوف كان في الستة ياردة في لحظة التسجيل. لا وصلاح يا كابتن بيلعب عليه اتنين ما بيسيبوهوش، معنى يعني انه يهرب كده طبعا، يعني لف العالم طبعا. وبعدين في لحظة تسجيله الهدف السهل قوي ده كان فين؟ كان في الستة ياردة. لكن بقى الإبداع بتاعه بصراحة، الأسيست بتاع تريزيجيه اللي هو باليمين وشايف تريزيجيه فين ومديها له، يعني لا يعني حاجة، ده مش أي حد بيعمل الحاجات دي. حراس المرمى قلقتك؟ يعني شناوي هو طالع وابو جبل داخل، كلنا قلقنا، وابو جبل كان حقيقه مستوى رائع جدا جدا جدا. المعلق يومها كانت كورنر، قال دي اول كوره اختبار يا ابو جبل، انت لو عديت منها خلاص. انا لما ابو جبل مسك الكوره دخل الماتش، قال محتاج كوره يخش خلاص. بعدين بعدها وانا بقى كنت مشفق جدا على ابو جبل. يعني انا لو في الماتش ده بالتحديد، انا لو اديت الشناوي 9 من 10 عشان شال جونين، تدي ابو جبل 9، بس اديت ابو جبل 9.5. ليه؟ اللحظه اللي نزل فيها ابو جبل بعد تالق الشناوي، يا خرابي على الضغط، ماتش طبعا مكهرب وكوت ديفوار وبتاع ده، لكن ده انت نازل بعد وحش هتشيل اي حاجه. المقارنه بقى بتبتدي من اول لمسه، زي ما صبح يا عيني المقارنه ابتدت ما اول لمسه، الكره البوكس اللي طلعها قالش بيها يعني. بس بعد كده ابتدى ياخد نفسه لانه كان مخضوض طبعا. فابو جبل وطلع طبعا انقاذ هايل وبتاع ده، وبعدين البنالتي، بس الانقاذ بتاعه كان يعني كان رائع يعني. فكان لا من الواحد ما قلقش من ابو جبل، لان من اولها هو كان ثابت جدا وجاي بعد وحش كان موجود في الجون ومتالق. مين اللي بكره نفسك تصحى تلاقيه في خط الدفاع يا كابتن؟ حجازي. ما هو ربنا يشفيه ويرجعه بالسلامه. طبعا المانيا طبعا بيتعالج يعني. عبد المنعم اكيد واحد منهم، التاني مين؟ لا هيبقى الونش غالبا. الونش. ده احنا عايزين حد بقى عالي يمسك الحاجات العاليه اللي هتبقى من الشمال واليمين. يعني ابو بكر وكامبي دول لمهم تقيل يعني. ان شاء الله ربنا هيكرمنا يعني. ان شاء الله ان شاء الله. ده حديثنا عن الفنيات، وبعد الفاصل نتكلم عن التحكيم مع الاستاذ حسن مسكاوي، وينضم لنا الكابتن سمير عثمان خبيرنا التحكيم. قاعدين بقى لنا فترة بنتكلم على جسامة، انفردنا هنا بجسامة حكم لمباراة منتخب مصر القادمة، ولكن أكيد كابتن سمير عثمان خبيرنا التحكيمي عنده وجهات نظر مختلفة. مشرفني منورتي. أهلا وسهلا بحضرتك كابتن سيف، برحب بحضرتك وأستاذنا الجميل الواحد بيحب يستمتع بيه سواء في التلفزيون أو في الراديو كابتن حسن مستكين. الله يخليك يا كابتن. أنت قعدت مع الأستاذ حسن زمان في زمان لما كنت بحكم، كان حلقة كانت في 2011 أو 2012 كان في صالون المستكاوي، كانت حلقه جميله جدا. وانت قاعد بقى كمان انت مش عارف الاسئله هتيجي ازاي، يعني هو قاعد كده بتدردش، في وسط الدردشه تلاقي سؤال. بس بقول لك يا استاذ حسن، يعني والله العظيم كابتن سمير عثمان بينه وبين ربنا عمار، ان هو حكم في فتره ما فيش سوشيال ميديا،
بس كان في جمهور بس ذكريات حلوه لو في سوشيال ميديا والله ودلوقتي بيطلع بقى ويقطع وقت القلم وقت الكابتن شناوي قاعدين شغالين مشرحه على الشاشه هما الاثنين ايوه لو في ذكريات سوشيال ميديا زمان بس خلي بالك كان في جمهور والجمهور احلى يعني ايوه بس السوشيال ميديا اصعب الجمهور للي يركز معاها يعني هتلاقي برضو ايه يعني لما انا حضرت برضو شويه السوشيال ميديا اي قبل الماتش بصراحه ما كنتش اقدر اخش واتفرج كانت بتبقى صعبه شويه انت بطلت من اول ما الموبايل نزل يا لا لا اول ما عرف انه نزل خلاص قال لك لا مش هشتغل السوشيال ميديا كان اخر ماتش هقول لك كان 2018 كان الاهلي واتلتيكو مدريد اخر ماتش كان في استاد برج العرب ساعتها كابتن هاني ابو ريده قال لي كمل الموسم ده قلت له طب اخد الماتش ده بس طبعا خدت الماتش ده وما رضيتش اكمل بصراحه يعني سيموني بره بيدرب ومش عارف كلهم نجوم واتلتيكو مدريد فقلت اختم بمباراه زي دي يعني الحكم اللي بيحلل يا استاذ حسن الحكم اللي بيحلل يشعر بزمايله ولا لا يعني بيعمل شغله يعني لازم يعمل شغله الشخصي يعني. يعمل شغله يعني يتجرد تماما من بس غصب عنه بيحبه يكره غلط في الشغل ما فيش حاجه اسمها تحب بس ده موجود ولا مش موجود ده موجود في مهن كتيره يعني لكن ما لا يجب ان يكون موجود حضرتك بتحسه قوي مع كابتن سمير وكابتن احمد لا 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 ما توقعنيش لا دي البدايه احسن الاقي بكره ترند المستكويات انا مش ناقص والله الخير بيجي لوحده والله الخير بيجي لوحده مش محتاج اجتهاد يعني في حب كوره في التحليل لا يبقى لو هتحب وتكره يبقى انت هتخسر المصداقيه بتاعتك قصاد الجمهور لان انت خلي بالك انا التحكيم ده متعه على فكره لان الحكام دلوقتي بيتمتعوا هما في الملعب التحليل لقيته فعلا اصعب من التحكيم لان التحكيم انت بتشوف الحاله اللي انت فيها انما التحليل لا بقى انت بتحلل حكم وعاوز برضو لو في خطا لازم تعمل حاجتين تبينه للجمهور ان في خطا وتقول للحكم انت ليه اخطات فممكن تحسن ازاي اتنين خبراء في التحكيم كبار وممكن تقف على شاشه واحده في حاله واحده تختلفوا فيها عايزين الحكم يبقى ليه قرار ثابت عشان التقدير ما دي بقى جمال كره القدم سبب في التقدير اذا الحكم بيبقى مظلوم ما عشان كده اما بيبقى في اختلاف بتمشي مع قرار الحكم بنسبه كبيره في البطولات المجمعه بس في حاجات تانية بتبقى حاجات واضحه خلي بالك مع تقنيه الفي ار دلوقتي المفروض دي بتسهل كتير قوي من امور التحكيم المشكله في معظم الحكام مش اقول هنا في مصر انه بيعتمدوا على الفي ار مش بياخدوك عامل مساعد في فرق بين الاعتماد والمساعده انا لو دخل مباراه وده ممكن يساعدني اوكي انما معتمد عليه ببقى حزين قوي يا كابتن سيف اما الاقي حكم بيقولك عم ماتش كويس وراح ثلاث مرات للفار ولا مرتين بس خلي بالك حضرتك زي ما هو عامل مساعد زي ما بيكشفك يعني ممكن تكرر اربع قرارات الفار يغيرهم ما دي بقى ما دي بتبقى مسؤوليه بقى عشان لازم يبقى فيه تركيز النهارده بملك في ماتش السنغال وبوركينا حسب ثلاث ركلات جزاء والفي ار رجعه ورجع يعني لا هو في واحده هو رجع فيها بس شوف لعيبه السنغال كانت يعني محترفين ازاي بالظبط عندهم ثبات انفعالي ما حدش شد شعره ولا حد هو شد شعره ده بيفرق حسن يعني النرفزه العربيه وهو رايح الفار ما رايح ممكن يجيب نتيجه عكسيه عند الحكم بس في الفار ما يجيبش نتيجه خالص انا رايح اشوف رايح اشوف ايوه لكن انت لما تعترض على الحكم بطريقه هستيريه كده وطلتم وبتاع حرام عليك لخرب بيتك الكلام ده ما يعمل ضغط الكلام ده يعمل ضغط في عدم وجود الفار انت في الاخر رايح تشوف صوره فانت عايز تقول له انا رايح اشوف الصوره انت شاغل بالك ليه طبعا هتقول لي هتقعد تحلف سنه ان ما حصلش ما انا هروح الاقي الصوره يا حصل يا ما حصلش مزبوط. بس المشكله برضو في كاس الرابطه الحكم انا شايفه بيقول للعيبه في ماتش اول امبارح عايز اسمع سيبوني عايز اسمع يعني عشان مش مديله فرصه حتى مزبوط اسمع مظبوط صح لا يعني بص في تعبير قديم جدا ومن اجمل التعبيرات اللي على الحكام تعبير بالانجليزي يعني من يو لاف تو هيت الحكام دول رجاله ناس تحب الجمهور يحب ان يكرههم لا لازم تكرههم سوري يا كابتن لا مظبوط يعني الجمهور لازم يبقى ليه موقف ده مش تعبير انا ده تعبير انجليزي قديم جدا على التحكيم ان الجمهور عمره ما هيرضى عن الحكم ايوه فعلا عمر ما الجمهور حب حكم انت على طول بتبقى لا في حكام نجوم لا ولا عمري في لا 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 ما طبعا نجوم بس عمر ما مدير فني مثلا طلع شكر في حكم حتى لو كسبان لو كسبان يتفاداه
بص ما بيتكلموش عن الحكام طبعا. دلوقتي حتى الاوروبيين ابتدوا يخشوا في الحكام ويقول لك الحكم الحكم ويقول لك جمله لطيفه قوي انا لا يمكن اتكلم على الحكم ويتكلم نص ساعه يروح مديله يروح مديله ايوه ساعه عندنا كده من فضلك ما توعنيش انا مش عايز اتكلم بس عندنا كذا وعندنا كذا وعندنا كذا بس انا بقول لك اتق الله راعي ضميرك خلص على وانا مش هتكلم وفي الاخر يقول لك ولي لجنه يعني بعد ما فعلا يكون خلص عليه جسامه بص بكاري جسامه كتاريخ كتاريخ في المباراة اللي لعبها المنتخب مصر أو بعض الأندية المصرية يعني بنتكلم مثلا 60% 40% وما نيجي نبص برضو على المواجهات هو بالنسبة للمواجهات اللي أدارها طبعا يعني أدار حوالي 127 مباراة 337 كارت أصفر 18 كارت أحمر احتسب 31 ركلة جزاء دي يعني دي أرقام ممكن تدلنا شوية إلى حد كبير على شخصيته بس لما تيجي بقى تخش تحليل في بعض الحاجات تلاقي معظم المباريات اللي كان بيديرها الهوم تيم صاحب الأرض هو اللي بيكسب دي نقطة رقم واحد أما نيجي نبص على البطولات استنى بس الهوم تيم هو اللي بيكسب غالبا يعني بنسبة هو كبيرة. هو ذكرياته كده هيستوري بتاعه كده أصحاب وممكن تكون بالصدفة بلس بقى في حتة نقطة أنا عاوز أقولها بكاري جسامة أنت عارف أي بطولة مجمعة أي بطولة مجمعة لو أنا رايح بطولة مجمعة أكيد مينيمم هلعب كم مباراة على الأقل مباراة واحدة تمام ولو إلى حد ما نجحت في المباراة باخد التانية إنما الحكم اللي بيبقى كويس مش هقول الجيد جدا بياخد 3-4 مباريات أما تبص على السي في بتاع بكاري جسامة لعب في كل بطولات الكرة الأرضية كاس عالم كاس عالم ناشئين اولمبياد بس تعالى بص على البطولات اللي لعبها ولا بطوله بيزيد عن ماتش او ماتشين ولا بطوله بيزيد عن ماتش او ماتشين انا مش بتكلم على الناحيه الفنيه بتاعته لان هو بيعرف يستخدم القانون في بعض الحالات يعني ايه لصالح حاجه معينه انا عندي اعتراض على تعيين بكاري جسامه في ماتش مصر ليه احنا بنلعب في بطوله نادرا يا كابتن حسن اما تلاقي حكم اتعين لفرقه مرتين في بطوله مجمعه هو لعب لنا في ماتش مصر ونيجيريا وكان في كره على هادي بيد كبير جدا هل هي ركله جزاء ولا لا بتاع زيزو هي ركله جزاء تمام وبعد كده يجي لك في نفس البطوله يبقى ما فيش رؤيه من لجنه الحكام ان انت عندك حكم وعنده في ماتشات مهمه انت بتعتمد عليه اما نيجي في دور ال 16 نفتكر كده من حوالي 4 ايام مباراه مالي وغينيا الاستوائيه مالي ليها ركلة جزاء واضحة 100% تمام عمل حاجة جديدة ودي اتعملت ليه بقى عشان تعرف رئيس اتحاد مالي في المكتب التنفيذي في الكاف طلب ان يفتح تحقيق وفتح تحقيق ايه هو التحقيق بقى انه فضل يراجع على الفار تمام وعمل حركة كويسة جدا هو مراحش فضل حاطط انت اكيد حضرتك تفتكر الكرة دي فضل حاطط ايده على السماعة كأنه بيكلم مين الفار بعد كده قال اوكي ولعب المفاجأة الفار ما كانش شغال من اللي بعد التحقيق اظهروا مين اللي هو رئيس الاتحاد المالي اللي طلب من اللجنه وعشان هو في عضو في اللجنه التنفيذيه انه يفتح تحقيق طب خطا زي ده يخليك تديله اهم مباراه في البطوله خلي بالك اهم مباراتين في البطوله قبل النهائي اللي هم الاثنين قبل النهائي بعد كده النهائي المركز الثالث والرابع ده طرديه طب احنا نعمل ايه لا يمكن طبعا بكاري يتغير بس المطلوب من اللعيبه بتاعتنا انهم يركزوا وينسوا بكاري تماما من دماغهم ينسوه تماما ده الصح بقى يعني المفروض الكوتش بتاعنا كيروش وكابتن محمد صلاح احنا نادرا ما نلاقي كابتن محمد صلاح بصراحه من الناس بصراحه المركزه كويس جدا يا كابتن حسن في الملعب وهو الوحيد اللي يعرف يتكلم باسلوب فيه احترافيه مع حكم المباراه اللعيبه بتاعتنا مطلوب التركيز وبقدر الامكان يبعدوا عن المناطق اللي تبقى فيها حساسه في الملعب اللي هي ايه مثلا داخل منطقه الجزاء او خارج منطقه الجزاء يعني الحكم ناداي السنغالي اللي لعب لنا ماتش مصر والمغرب من الدقيقه 70 يا كابتن سيف لغايه الدقيقه 80 حسب علينا 7 فاولات على حدود منطقه الجزاء من الامام ومن الجنب ولا واحد فيهم خطا ولا واحد فيهم سليم كلها اخطاء وهميه من وحي الخيال صلاح هو الوحيد اللي في الملعب طب ليه عمل عرف يعني السؤال بس ليه عمل كده ليه نضايع عمل كده مش عارف هما كانوا يعني عايزين يزيحوا منتخب مصر من طريق كاميرون مثلا يعني الله اعلم بس كانت حاجه غريبه يعني نضايع عمل حركه في الملعب في الماتش ده بصراحه غريبه جدا اما حصل الاحتكاك في الدقيقه 78 فبتاع المغرب بيحتك دخل فيه بايده وقعه منير الحدادي وامل راح له بيعايز يشكيله يقول له ان في حد ضربني طلع ان الحكم هو اللي ضربه طب هو ممكن الحكم يطلع كارت اصفر لنفسه لمين بقى؟ لا المفروض اللجنه لا بس ياخد ويدي كعتاب يعني
بس ما تضرب ما يدي مع مين؟ بهزر مع نفسي. بس احنا نتمنى بصراحه كده يعني فهو اصحى. فتمنى باذن الله يا رب ان شاء الله يعني بكاري يعمل المباراه. انت عارف بكاري جسامه اسمه ايه؟ ابو بكر. ابو بكر ابو القاسم. ابو القاسم نفسي يلعب بس على اسمه بس ان شاء الله بكره يعني. ان شاء الله ابو بكر ابو القاسم. انا ما اعرفش ان لا إيه انا سمعت المعلومه. انا ما ليه بكاري جسامي ده ايه الدلع؟ لا زي ما مادو محمد واحمد وكده. انا كان نفسي مين اللي يحكم النهائي الماتش بتاعنا؟ ابو بكر ابو القاسم. ابو بكر ابو القاسم. ابو بكر ابو القاسم. بكاري جسامه. ابو بكر ابو القاسم. انا بكتب بس عشان هبلغ عنه. ابو بكر طيب. ابو القاسم. انت عارف انا كنت ممكن اتمنى مين يلعب ماتش بكره مثلا؟ طبعا لو مخلين فيكتور جوميز يلعب اوكي خلاص. عندنا في رضوان جيد من الحكام اللي انت تستريح لها نفسيا انت والفرقتين. بس الاقي كابتن سيف يعني الكاف بيعمل حاجه غريبه. انا اسف اني بطول. اما يقول لك لا اصل لو فرقه عربيه وفرقه افريقيه ما ينفعش حكم عربي ايه طب ما انت تجيب افريقي. لا ده حاجه تانية بقى. انت عندك مين حكم الفي ار؟ تونسي وجزائري. هيثم هشام كرات ابن كابتن هشام كرات رئيس لجنه الحكام. طب السؤال اللي حضرتك سالته استاذ حسن ايه اجابته؟ اي اني سؤال اللي هو حضرتك سالته دلوقتي ليه بيعينوه كده؟ مش عارف غريبه جدا يعني. يعني جوميز هايل. هم جوميز خلصوا منه ازاي يدوا له ماتش قريب؟ يدوا له هيقولوا له النهائي. لعب في الدور 16 وبعد كده هم شايلينه للنهائي. هيشيلوه للنهائي يقال لغايه دلوقتي. بس هو يعني ده ماتش مهم جدا لمصر والكاميرون. هم بيعتبروا كل العالم يعني كل المتابعين ان فاينل. ده فاينل بالظبط يعني. ما يعني يعني ماتش تقيل جدا. ازاي جوميز ما ياخدوش يعني؟ ويدوا لي الجسامه وعليه علامه استفهام معانا. ومعروف ان احنا في يعني في احتجاج عليه يعني او في موقف منه يعني. الان بكره من تحكيم حسن يعني بصراحه يعني عشان انا حاسس ان الـ 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 الحماس هناك في الكاميرون مبالغ فيه. مواقف ايتو الطياره اللي كانت بتلعب فوق راسنا النهارده الحماس بتاع الجمهور في حاله كده بتقول احنا لازم ناخد البطوله دي. الحاله دي بتبقى كتير في الدول اللي بتنظم بطولات بس مش بتبقى معلنه بالطريقه دي يعني. مش بتبقى سكيتي يعني. انا 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 مش قلقان ان شاء الله يا رب. لا انت مش قلقان من ايه؟ انت سؤالك من التحكيم. انا من التحكيم. التحكيم انا يعني قلقان 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 لان اللي حصل في ماتش المغرب بصراحه يعني مش طبيعي يعني. يعني انا كنت بستغرب جدا في مواقف. اي لمسه على ال 18 فاول على منتخب مصر. انت كان في الدقيقه 3 كان في انذار على اللي مسك مصطفى محمد قمر مثلا باستمرار لعب. مشكله بكاري من حكام الشطار قوي اللي هو ممكن ما يعملكش حاجه واضحه بس ممكن يفضل يحجم الماتش. الفار يغطيه في الاخر قراره هو. معلش بس ما ممكن اجيبك في كوره مثلا تونس خرجت بايه؟ بهدف خطا. كره جت في ايد المهاجم وتم احراز منه هدف مباشره. الفار ما جابوش. ما دي مشكلة. بس إن شاء الله أنا طالب حاجة بس من اللعيبة إنهم يستمتعوا باللعب. يستمتعوا باللعب ويركزوا. أنت لا يمكن هتجيب جول سليم وواضح ولا بكاري ولا غير بكاري يقدر يلغيه. إن شاء الله بإذن الله ربنا يعديه على خير. أستاذ حسن شرفتني ونورتني. أشكرك شكرا يا شيخ. شرف وجود حضرتك دايما. كابتن سمير. شكرا كابتن سمير. إن شاء الله بإذن الله يعني بكرة بقى يبقى يوم كويس. يا رب. ونجيبك كده نناقشك في الحاجات الحلوة والخير. إن شاء الله بإذن الله. تفائل بكرة أستاذ حسن؟ إن شاء الله. كده حضرتك متفائل؟ لا متفائل ان شاء الله. ان شاء الله خير. مباراة صعبة اكيد. لا مباراة صعبة طبعا وانا بشايل همها يعني اكيد يعني. ان شاء الله باذن الله تعدي على خير يا رب. ان شاء الله. خلصنا حلقتنا. بشكر طبعا الاستاذ حسن مستكاوي نقيبنا الراديو الكبير. بشكر كابتن سمير عثمان خبيرنا التحكيمي. فاصل ثم بعد الفاصل كابتن مصر كابتن محمود سطح الله المدرب العام لنادي بيراميدز بعد الفاصل.